وتعالوا ناخد أول سؤال عندنا من أم مصطفى من القاهرة. أم ألو، مصطفى، السلام عليكم. أهلا وسهلا، ازيك يا أم مصطفى؟ ازي عليك حضرتك بالسلامة يا على شيخ؟ خير، اتفضلي يا فندم. بص يا شيخنا، انا عندي مشكلتين. اتفضلي. مشكلتي ابني الكبير، يعني ابني مصطفى. انا عندي 4 اولاد، ولدين وبنتين. طيب، ابني الكبير ربنا مصطفى ده يبارك لسه فيهم. مخلص دبلوم، بس هو ايه يعني، صحاب السوق خلوه اتجه لحاجات كتير وكده اهوت، ومبقاش يسمع كلام والده ولا كلامي ولا اي حاجه. هو من البدايه والده كان لين معاه، طيب، والده كان لين معاه، يعني والده ما كانش بياخد معاه حد. ما هو اللين دوت مش حاجة وحشة قوي يعني، اللين دوت حسب يعني ايه اللين معاه؟ ابوه كان لين معاه يعني، ما كانش قصدك ما كانش بيضربه يعني؟ ما هو ما حدش قال ان لا، ما كانش بيضربه، ما كانش بيوجهه، ما كانش بيعلمه ازاي صح ازاي الغلط، ما كانش بيقعد معاه وبيتكلم معاه. طيب وعليه؟ وعليه هو دلوقتي، انا يعني يعتبر هو المفروض ان هو دلوقتي يخش الجيش، مش عارفه اوديه الجيش بسبب ان هو صحابه ودوه لحاجات كتير، ودوه لغايه ان هو بقى يمد ايده على حاجه البيت وياخدها يبيعها، وبقى ودوه الشرب ودوه الحاجات بقى، انا مش عارفه امنعها منه، مش عارفه اعمل ايه. يعني هو وانا يعني هو بيتعاطى. طيب، يعني هو حاجات بيتعاطى حاجات، بس حاجات خفيفه يعني. طب سؤال حضرتك فين فلدرجه يا ان سؤال انا يعني حضرتك عملت فين؟ مشكله مع والده بسببه كده اهوت، ووالده سايب لنا البيت وماشي، كان عايز يطرده من البيت وانا ما رضيتش اخليه يطرده من البيت وكده اهوت، وسايب لنا البيت وماشي بقى 20 يوم. السؤال فين يا ام مصطفى؟ السؤال انا مش عارفه اوجه ابني ده ازاي، مش عارفه اعمل معاه ايه. طيب، انت بتسأليني تتعاملي ازاي مع مصطفى، او تتعاملي ازاي مع ابنك، مع ابنك اللي هو دلوقتي في هذه الحال وهو بعيد عنك في اوقات طويلة دلوقتي عشان في الجيش، انت هتتعاملي معاه ازاي عشان تقدري تتخلصي من مسألة التعاطي ومسألة سوء الخلق اللي بيتعامل معاكم بيها، صح؟ تعالي اقول لك شوية حاجات يا ام مصطفى. اول حاجة يا ام مصطفى، عشان بس المسألة تبقى واضحة، الابن لما بيصل الى هذه الحال لا يمكن نمارس معاه أي شكل من أشكال السلطة. أي سلطة هتمارسيها معاه هو هيقابلك بيها بتمرد، وهيقابلك بيها بنوع من أنواع العصبية ونوع من أنواع سوء الخلق. طب إذا كنا عايزين نحافظ عليه، إيه اللي إحنا ممكن نتعامل بيه معاه؟ أول حاجة، إحنا لازم ببساطة خالص نخليه يحب القعاد في البيت معانا شوية. فنعمل إيه؟ نبتدي نتكلم معاه، لان هو اكيد لما لجأ الى اصحاب السوق كان سببه ان احنا في الحقيقه اصدرنا عليه احكام، الاحكام دي خليته يحس ان انتوا وكانكم لافظينه وكانكم مش حابينه. فايه اللي حاصل؟ فوقعنا المخالفه اللي رسول الله نهى الرجل عنها لما قال له لا تكن عونا للشيطان على اخيك. هو الرجل كان عامل معصيه، ده ما لسه مجلود، بس حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده. فأوقات كتيرة بنعمل كده مع أولادنا، بنكون عونا للشيطان عليهم، فنعمل إيه؟ تعالوا نكون عونا لهم على أنفسهم. نعمل إيه؟ نبتدي نفهمهم إن هم أولادنا، أول حاجة إن هم أولادنا على كل حال، بنحبهم على كل حال، ونقول لهم بشكل واضح إحنا بنكره الأفعال بس ما بنكرهكمش، وتعالوا مع بعض إحنا الاتنين نتحالف عشان نتخلص من الفعل ده، بس أنت هتبقى ابني على كل حال. انا مش هستعر منك، مش هسخر منك، مش هسيبك، انا معاك، بس الفعل ده مش انت. وعلى فكره احنا هنلجأ الى الله سبحانه وتعالى، وربنا هيعيننا مهما كان ده، وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى ما فيش حاجه تقف قصاده. التلات معاني دول كل يوم اثر كبير جدا لو اتعاملت بيهم. اول حاجه، انت ابننا مش ممكن نفرط فيك، في فرق كبير ما بين سلوكك السيء وانت، واحنا هنكون عونا ليك على سلوكك السيء ده، وربنا معانا ومش هيسيبنا، وهنخرج كلنا من الكبوه دي. التلات معاني دي معاني مهمه جدا 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 في علاج هذه الازمات، وان شاء الله يكتب الخير.